انت السبب الرئيسي انك ما سافرت وش هو؟ حاشت شغلتنا والله انها انحاشت ابن الذين تحب خذ ذهب امي ابن الذين. انا مالي دخل، اسمع اسمع بس بسالك سؤال بس بجاوب، واذا ما تبي تجاوب لا تجاوب. الاشياء قشره ولا ايه اغراض امي كلها؟ عايض عايض عايض، ما موجود ما موجود والله العظيم عايض، والله والله انه عايض، والله والله العظيم اني قضيتها عايض يوسف دخل حسابي خلاص من غير سب وما تمد دب يدك انا دب بكلمه زرفنا. لا 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 تثق الا بواحد ثقه. لا هو عايض عايض دق علي يا الشرذمه يا الدزه، العن ابليس مطلع عنك اشاعه طارق الحربي. العن خيرك يا الدباب. بالله افتح بس تكفى تكفى بحجتنا والله انه دباب. خذ معك كوب شاي وتعال شاهي. يلا ما يمدينا نطول والله. عايد عايد كلنا كلنا معك فنانين. اول ما ادخل معه انا بسوي نفس مطقه خبر للاغنية. طفي اللمبه يا ابن الذين طفي اللمبه عشان ما حد يشوفنا على ان احنا دخلنا في البير حقنا. والله بس والله انك بتبقعها وتسبب لنا مشكله زي الزفت. يا اسمع طفي نورك يا ابن الذين. ابى اسكر ابى هذا اللي يدرس في مدرسه اهليه يطلع سبيكه دايم. ها ابليسك اول مره اشوف رياضه في عندهم مسبح. اسمع حسك رجال زبن الجوال. طيب هلا والله ما احد ما اكلم احد. تعود مو موجود. راح 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 يا ابن الحلال. جدي سمع في قبره. طه راح راح يا حد. ما في احد راح. ترى هذا قاعد تسوي ضب ولا قاعد تسوي شيء غريب. اسمع انا كني عروسه تشريعه ابيك تطلع مر اول ما يدخل هايض على اني ما طقت خبر بقعد اسولف. انت كل الاغنيه حقت ابو محمد وينها؟ الاغنيه يعني في العاده كم تاخذ؟ عرفت اللي لا عرفت اللي بقول لك كيف تبدا معه عشان ما يقول عن بيسه ما يقول يحلط. ايه قل وانت تسولف قل له وش صار على الاغنيه ذيك يا ربي؟ عرفت ذيك حقت تعود الخمه اول ما تشوفها الخام اذا شو حسيت انه يعني بدا يغير الموضوع اذن الرجال بيسحب. عرفت عشان اقدر نفهم هو وش طينته معانا. تم يلا دق عليه. هو ما بعد فتح باقي بزلابه وانت خليك عفوي ما بصير عاد الزلابه تصير على بالك وما تدخل. لا 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 خليك عفوي عفوي خليك عفوي. عرفت اللي دبها كذا واسكت. جاي جاي العسكري انا 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 انا